الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا
ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت. ماشي، احنا نوقف لحد هنا. صدق الله العظيم، انا نظري ضعيف فاللاب بعيد عني. استنى اقلع بتاعي دي عشان اتعبني. نظري ضعيف فاللاب بعيد عني فبيبان الكلام صغير فالتشكيل ما بيربطش معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللايف المره دي هيكون كويس ان شاء الله. اهم حاجه تكونوا استمتعتوا بالايتين اللي فاتوا دول. الشيخ ياسر الدوسري من افضل الناس اللي حد يسمعه في صوته، حد كده ممتع، حد تستمتع بصوته وانت مرتاح نفسيا، بيقرا القران كده وانت متمكن، او بيقرا القران وانت مستمتع وراه. ربنا يوعدنا كده يا رب، ونصلي ورا رمضان. طبعا الغلطه في القران بيبقى لها حساب، ولكن في غلطات بتحسب للشخص اللي بيقرا. يعني من يومين كنت منزل فيديو، فبعد ما نزلته فاصحابي قالوا لي ان في غلطه معينه محمود خليت الكافرين كافرين، فدي بتبقى سهو. ساعتها مسحت الفيديو من على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. في غلطات كده ما ينفعش نسيبها. اهم حاجه انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاوزين في حد بيقول ركز في المصحف وما تبصش على الكومنتات وانت بتقرا. انا مش ببص على الكومنتات خالص، انا بصيت بس عشان اشوف لحد يقول لي ان الصوت مش شغال، بس مش اكتر، مش ببص خالص للكومنتات. ولما بقرا القران ببقى مركز ومؤهل كل حالتي ان انا اسمع القران. عامه شوفوا انتوا حابين تسمعوا ايه. بعدت. عايزين شوفوا عايزين تسمعوا ايه ونقوله. ماهر، ناصر، ياسر، السديس، عبد الرحمن، جوهاني، محمود فضل، اي حاجه من اللي انتوا بتحبين تسمعوا. خلينا نشوف. قلد فارس عباد وناصر القطامي وماهر المعقلي والنبي. لا اله الا الله، انت جميل يا حوده، والله انت جميل يا حبيبي يا بيشو، شرف ليا. طيب انا لو انتوا حابين حد يخش معانا في اللايف او حابين حد يخش معانا يشارك، ما عنديش مشكله، خليه يبعت، انا ما عنديش اي مشكله. عمر راضي الفقي بيقول يا ريت تقول اسمي، دي امنيتي. ماشي حبيبي، بحبك والله يا عمر. حوده انت شغال ايه؟ انا شغال مساعد صيدلي. كل القلوب. طيب في حد طالب انه يسمع كل القلوب الى الحبيب تميل. انا بحب الابتهال ده الصراحه، فعاوزين نقوله. بس بلبس دي لان في ساوند سيستم عندي، بسمع صوتي هنا، فبيبقى على اللاب في ميكسر وحاجات زي كده، فانا بسمع صوتي. الله يفتح عليك، المهم من تعظيم، الله يكرمك. الكاميرا بتلغوش ليه؟ الكاميرا سليمه عندي، انا بصور باكس ماكس، يعني ما عندكوش حجه. الكاميرا القطامي وعبد الله كامل. حاضر، عاوزين صوتي انا. ماشي طيب. خلينا نشوف كل الحبيب الى الحبيب تميله، ومعي بذلك شاهد ودليل، اما الحبيب. ماشي، خلينا نقول دي وبعد كده نقول اي حاجه من القران. بسم الله الرحمن الرحيم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا الشاهد والدليل. أما الدليل
إذا ذكرت محمدا كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم احفظ مصرنا وارحم شهداءنا ويمم اللهم سترنا اللهم احفظ ولاة أمورنا في بيتنا الله يا الله يا مالك الملكوت يا غافر الذنوب يا انصر مصرنا وانصر قدسنا وانصر اللهم يا ربنا نفوسنا على نفسها يا أنت مهلي وغايتي متى القلب أن يلقى ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدك لأراك صلاة والسلام عليك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. دي الناس اللي كانت حابه تسمع كل القلوب الى الحبيب تميل. في حد سالني سؤال الفتره اللي فاتت عايز اجاوب عليه هنا. في حد سالني بيقول لي فضل مش ملاحظ ان انت الفيو عندك او على المشاهدات او الحاجات اللي زي كده بدات تقل عندك على اليوتيوب او عندك اللي عندك على الفيس. عايز اقول لك على حاجه, الرد هيبقى هنا عشان يبقى الناس كلها لو حد عنده نفوس كده اللي هو نفسه يسال السؤال ده الرد هيكون كذا. انا لو نزلت فيديو وجاب واحد مشاهده انا كفايه عليا الشخص اللي سمع ده انه يتغير على ايدي, ان لما اموت يفتكرني بدعوه, انه لما يجي عند ربنا سبحانه وتعالى يقول لي يا رب فلان ده كان سبب في هدايتي. ما بيغرنيش ان هيجي لي مليون
مشاهدة أو مليار أو 90 مليون. ليه؟ لأن أنا راجل بقرأ قرآن، فمليون في المية لما باجي أحط الكاميرا قدامي زي ما أنا حاططها كده، عايز أقول لك إن النية دي لازم تتغسل كده قبل ما تقعد قدام الكاميرا، لازم تتغسل. أصلا مش إنفلونسر ولا يوتيوب عشان أجيب مليون مليون مشاهدة وأجيب مليار مشاهدة وأجيب أرباح من اليوتيوب، بالعكس. فأوعى يغرك مشاهدات خصوصا في القرآن، وأوعى يغرك الكلام الكتير على السوشيال ميديا، خصوصا الناس اللي بيكونوا داعية، هم دول اكتر ناس بيكونوا مش هاممهم مشاهدات. فانا عندي سلام نفسي يا استاذ اللي سألت، انا مش فاكر اسمك، انا عندي سلام نفسي لو نزلت فيديو او نزلت بوست، انا ما بيهمنيش اكتر حاجة من التفاعل او المشاهدات اللي بيجي عليه، لكن بيهمني كم واحد هيستفاد من الفيديو ده. بس كده استفدت كده، قلت لا ايه لا انا عندي ناس بتقول لي اتمنى اشوف ياسين ابن زيك يا رب يكون احسن مني يا رب. رب ياسين يكون في ناس سالت انت بتحط ايه على شعرك؟ انا بحط حاجه اسمها سيروم، سيروم ده اسمه سيروم، ده بيكون زيت قلوي كده، حاجه تقيله كده شويه، بتتجاب من اي سنترا او صيدليه. قالت انس شابويا حوده ربنا يحميك ويبارك فيك، الله يعزك يا حبيبي. عايزين تسمعوا مين تاني؟ السوديس، حد حابب يسمع السوديس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السوديس نسمعكم ايه بقى؟ السوديس والشمس وضحاها، تمام. تجويد بالله عليك، لا تجويد صعب، تجويد صعب في اللايف. اللهم صل على حبيب النبي. انا عاوز اجيب والشمس. حد عايز سوديس؟ تمام، دوس لي قول اسمي ودعينا بالهدايه. الله يهدينا ويهديك يا سيدي حبيبي. حبيبي يا فضل دعوة ليا بعد إذنك، ربنا يوفقك يا حبيبي. وقال فرعون لا أنا اللايف عايز أقول فيه حاجة أنا ما قلتهاش قبل كده، ماشي، مش عايز أحرق حاجات اتقالت قبل كده. استو قيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر، الله أكبر. في واحد بيقول لي انت بتقلب السماعه ليه لما بتيجي تحطها على ودنك؟ السماعه بيبقى في حاجه اسمها توازن الودن، ما ينفعش انا احط السماعتين في ودني احس ان انا قاعد في مكان استوديو كبير كله الصوت متردد حواليا، فانت الصوت هيوصل لك انت متاخر. فهمت؟ تعالى كده بقى. ربنا يبارك فيك، شفاها الله وعفاها. ربنا يبارك فيك وجعلنا شريم قطرة من ناداك. الله، ممكن تدعي لأمي بالشفاء؟ الله يشفيها يا حبيبي، الله يشفيها يا حبيب قلبي. خليك في اتجاه القبلة. طيب يعني أنا كده القرآن مش هيتقبل مثلا يعني؟ مش عارفك إنها مش في ال... أنت مش في اتجاه القبلة يا محمود، مش عارفك إنها مش في اتجاه القبلة. ان شاء الله تدعي صاحبي كريم الله يرحمه في كل حاجه. فكروني ال 200 223 ولا بيسمعوا دول، اقراوا الفاتحه لياسين وادعوا لياسين ربنا يرحمه ويسامحه يا رب. ممكن تدعي لي بالهدايه؟ ربنا يهدينا ويهديك يا حبيب قلبي. سؤال يسود عليا، في ليه بتلبس السماعات؟ انا فهمتك، هو اللايف ده يخلص امتى؟ لو عايز اخلصه دلوقتي اخلصه. حاضر، لو زهقته يعني. اخر ايتين في البقره بصوتك بليز. طيب احنا هننهي اخر صوت البقره زي ما اخينا ما قال بصوتي انا، علشان يكون ختام ومسك. اللهم صل حبك النبي. نريد ياسر الدوسري. والله انا سجلت ياسر كتير يعني، سجلت الشيخ ياسر كتير قوي. فايه، فانت لو سمعت الفيديو من اول وجديد هتلاقي صوره، هتلاقي الشيخ ياسر الدوسري انا مسجله الصوره. بعمل ايه؟ انا بجيب لكم الايه علشان نسجلها. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. سورة البقرة. يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى. يا رسول الله حسبنا كده، لا يكلف نفسا إلا وسعها لما كسبت. بالظبط كده، مظبوط صح. طيب حد هيقول حاجة تانية قبل ما أقفل؟ عشان إحنا هنقفل. إدعي لي يا محمود النبي ربنا يشفيك يا حبيبي. عايز أقول لكم على حاجة قبل ما أقفل برضه. في ناس بتقول إن أنا بزود حبة شوية في موضوع ياسين، أو شوية في أو في زعلي على ياسين. أنا هختصر الموضوع كله في كلمة واحدة. أنا مفيش حد مات أو مفيش حد حبيته خلاني قربت من ربنا أكتر من ياسين، بس دي لوحدها كفاية بقى، كفاية. عاوزك تعتذر إنك شجعت صوت جرور. أنا أعتذر، بعتذر جدا كمان، وكتبت كومنت إن أنا اعتذرت إن أنا أساسا حميت عنه. خليكوا شوية مشتني حالا، أنا عايزين اتنين. إيه اللي أنت لابسه جنب الساعة ده؟ إيه اللي أنا لابسه جنب الساعة؟ هي الساعة. حتى لا تمكن صورة في القرآن. أحلى تحية، الكاميرا بتجيب ألوان كتير مع بعض زي ألوان الطيف. مش من عندي والله، انا موبايلي سليم اهو. طيب يلا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وارحمنا انت ونا خمسون على القوم الكافرين. لا كلنا نصرنا امن رسالك ونا سنة سنة الله تحملنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي انا بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. لماذا لم يتم المشاركة عندي؟ معرفش، انا مش المشاركة عندي مش باينة، مش عارف ليه. تحدي محترم مش موجود منك كتير، ربنا يرحمه ويجعلك كده طول عمرك فاكره، مش هنساه والله. انا ما فيش يوم بيعد عليا غير لما دايما افتكر كده حاجة تحزني، مش لازم، مش عارف، لازم كده، لازم حاجة تحزني ادخلها. يا شيخ محمود، لما تبتدي اي موضع عدا البداية صورة تستعيذ بالله، ما تقولش بسملة وتقرأ. تمام، نصيحة جميلة. بسم الله ما شاء الله، والله دلوقتي بدرب على نغمتك وان شاء الله هجيبها. والله انا بنصحك ما تقلدنيش وما تقلدش حد والله، يعني اسألني انا، لو بيسألك الطبيب ما تسألش، ما تسألش، اسأل مجرب ما تسألش طبيب. اصعب حاجة تتخيلها في حياتك ان انت تقلد حد، حلو؟ واصعب حاجة انك تميز صوتك بعد ما تقلد حد، يعني لازم تميز نفسك بعد كده تقلد. خطوات تقليد تقويض تقليد، اما تيجي تقول انا خطوات تقليد الصوابات، مين ياسين ده؟ لا ده انت شكلك لسه جديد بقى. لسه جديد. ازاي نبقى زيك يا اخي؟ والله 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 انا عاوزك احسن مني مش زي الله. بص، ربنا ساتر كل واحد فينا، كل واحد فينا ربنا ستره. اوعى تتخيل ان كل واحد فينا ملك. اخدت اجازه قبل كده؟ اجازه قبل كده؟ لا لسه ما اخدتش اجازه. اللهم صل على حبيبك النبي. انا المفروض ان انا هقفل اللايف ولسه اقوم اسجل فيديوهات تاني. انا اخي بقى كلنا زعلانين على ياسين، وربنا يرحمه، ربنا يرحمه يا رب ويسامحه. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. الله يرحمه، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له ويسامحه يا رب، ويبارك له في حسناته ويبعد بينه وبين خطاياه كما بعد بين المشرق والمغرب، ويرزقه كده الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون شفيع لينا يوم القيامة، ويكون شفيع لكل واحد تعالوا. ربنا يرحمه ويسامحه. انت في كلية ايه؟ انا في كلية تجارة بدرس ادارة اعمال بيزنس. طيب، انا بشكركم، سعيد جدا انا كنت معاكم، وأنا فخور بكل واحد عنده حلم ونفسه فيه، وأنا بتمنى إنكم دايما تفضلوا تدعموا الناس الكويسة، الناس اللي عندها أخلاق، ناس عندها كاريزما كويسة معينة. والمرة الأخيرة برضو أنا كفضل، لما حد يلاقي عندي الشير قل او محدش بقى بيسمعني، انا كفضل هو اللي بقول لكم اهو. اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله، مش اقسم بالله اكتر من كده، بس ده الكتاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى قدامي. والكتاب ده انا ما بنزل اي فيديو على الفيس او على اليوتيوب علشان مشاهدات او عشان ارباح، بنزله علشان حاجة تنفعني يوم ما اموت، او يوم القيامة، وعلشان أنا شاب وكتير من الشباب نفسهم يشوفوا حد يغيرهم من نفس سنهم. فبتمنى لكل واحد عنده هوس الشهرة، أو كل واحد عنده هوس إنه يقلد قراء أو يأذن أو يقرأ قرآن علشان مشاهدة أو شهرة أو حاجات زي كده،
اوعاك اوعاك تتاجر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. انا اهو كفضل اول مره اقول الكلام ده. الارباح اللي باخدها من اليوتيوب بتكون كل 3 اشهر او حاجات بسيطه كده بجيبها، يا مايك يا سماعه، اظبط حاجات في اللاب، الحاجات اللي انا بسجل بيها صوتي، اظبط بيها اضاءات، اظبط بيها اي حاجه تفيد المحتوى اللي انا بقدمه. لكن ان انا اخدها اصرف فيها على نفسي فمش كده خالص. انا بشتغل زي حد وزي زيكم على فكره، بصحى الساعه 8 الصبح اروح شغلي وبرجع الساعه 12 بالليل، يعني انا زيكم خالص، يعني زي البشر يعني مش ملائكه. فعشان ما اطولش عليكم شوف اشوفكم على خير وجمعه طيبه. ما تنسوش تصلوا على النبي بقى 1000 مره، ما تنسوش تقراوا سوره الكهف وتدعوا لنفسكم في بعد صلاه العصر، وتدعوا ياسين ربنا يطول في عمركم. السلام عليكم. وقبل ما اقفل منور يا عم عصام يا شاهين علشان ما تزعلش وتيجي تشتمني على واتساب. يلا اي خدمه، شكرا ليكم، السلام عليكم.